ويعتقد مراقبون الشيعة بأن تشكيل التحالف الثلاثي بين تيار الصدري والسنة والديمقراطية جعل الشيعة أقلية فاعلة، إذ أن عدد نواب الكرد والسنة يقترب من 100 مقعد مع بعض المستقلين، وهو ما لم يجمعه لا التيار ولا الإطار التنسيقي، ما ينذر بخطر أكبر، فيما لو انضم إلى هذا التحالف كتل أخرى من الكرد والسنة عند اتخاذ القرارات المهمة على غرار انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرغم من انسحاب أكثر من نصف النواب الشيعة من الجلسة. وضمن هذه المعادلة الجديدة، يقول فرهاد علاء الدين رئيس المجلس الاستشاري العراقي أن الفائز الأكبر في الانتخابات وما انتهت إليه الجلسة الأولى هو المكون السني، إذ تمكنت قياداته المتمثلة برئيسي تحالف تقدم والعزم محمد الحلبوسي وخميس الخنجر من إبرام اتفاق واضح وصريح بالدخول في تحالف مع التيار الصدري ولملمة وتوحيد صف المكون الذي من شأنه أن يصبح العامل المؤثر الأساسي في حسم الجدل بين الكتل السياسية الشيعية حول الكتلة الأكبر أو حسم منصب رئيس الجمهورية داخل البيت الكردي.